الصبارة سبحان الله هي معروفة أنه صحراوية، ولكن سبحان الله بتلاقيها بالغوطة موجودة، بس مو كل المناطق بتنجح، هي بدها منطقة شمسية أكثر، يكون بنسلط عليها الشمس أكثر شيء، ويكون أرض قاسية على ما أنت. فنحن مشكلتنا هون غلاء المازوت، أنه عم نضطر أنه نسقي من مية النهر، وهي المية إلى أضرار كثير على المزروعات. بتصور كمان اللي هو الأمور.